We're celebrating today the 20th anniversary of Eco Consulting, and under our corporate social responsibility, we decided to commission Tripoli Games to organize an Eco Rally paper for us. We're gonna win this! البحر بخمس دقائق وهلا في جبل بنود للبحر. جبل الزباله معلم جديد عم زيدوا لنا اياه على المدينه. اربع فصول تقدر تشوفهم يسر دولتنا ما عم تضبط على السلوك السمكي. يا سيدي نسبة لنظافة بالمرة ما في مفهوم. كيف هيدا الشيء عم بيأثر على صيدكم؟ خربنا دمرنا. تقبل السمكة تاكل بلاستيك؟ شو رأيك اعمل لك ساندويتش قنينة بلاستيك فاضي؟ طيب انا تاكل اياه؟ اكيد لا، لكن انا كيف بدي اكل بلاستيك بالبحر؟ يصيروا ميكرو بلاستيك وياكلوهم السمك، نرجع نحن نتصيد وعم نتعمل لاولادنا، اذا بنقبل السمكه تاكل بلاستيك يعني نحن عم نرجع البلاستيك يفوت على السيستم الديجستيف تبعنا وصحتين على البلاستيك. كزدورة بطرابلس على البيسيكلات عم نعمل توعية عالنفاية سيارات مسممنا نحن آخر عندنا عالجنا ايه منروح على طرابلس ايه منروح بيب بيب It was intense. There were some places very challenging. It's interesting to discover Tripoli through bikes. أكثر يوم ببسط فيه. فن. بتاع إيه؟ كتير حلوة. ما تعبنا أبداً. شفت طرابلس في a new life. Super fun. عن جد كتير. أول مرة بنيجي على طرابلس. عطيتونا فرصة نتعرف على طرابلس على أحيائها على العمل البيئي اللي عم يصير هون. All corporations, institutions, organizations, when you have team building events, when you want to undertake something under your corporate social responsibility, to select Tripoli Games and to select fun as well as responsibility.